ولا عشان الغلطة دي بتاعتكم انتوا رأس الجسد فاسد فيبقى الجسد كله فاسد؟ ده اللي قاله السياسي يحيى الأزاز في التغريدة دي اللي قال فيها: أي سلطة تلك التي تعترف بالتزوير وتترك المزور يدير أخطر ملف في مصر؟ وزارة التربية والتعليم. أنا والله لا أطالب بإقالة أي مسؤول في مستوى الشبهات، بل يجب تركه، لأن وجوده دليل مؤكد على سلطة مشبوهة تتحكم في مصر. إذا صلحت الرأس صلح الجسد. وعشان السلطة مشبوهة وفاسدة فتلاقيها دايما بتحب تظهر بمظهر النظيف. أحلى من الشرف مفيش. مفيش شبهات. فنعمل إيه؟ راحوا مطلعين بتقليعة جديدة كده. السيسي له أخ اسمه أحمد سعيد حسين السيسي، مستشار هو، وهو فتح له مديله السن المعاش إلى ما لا نهاية، يعني لحد أجله ما يجي. قام جايين النهارده يشيلوا اسم السيسي منه. قال يعني عارف أنت قصة سعيد بنجر وعلي بنجر؟ أهو مجلس الوزراء المصري يسقط لقب السيسي من اسم شقيق السيسي. يعني قال يعني كده قالت له أخويا ما بيحبش اسم سيد بنجر، فراح سمى نفسه علي بنجر. ما احنا عارفينه. المستشار احمد السيسي اللي كان بلغ بسن التقاعد في 22، لكن عبد الفتاح اخوه الصغير، الله اخويا اولاد قدام عمره بيبقى ميه، هيزعل اخوه الكبير ليه؟ عشان ايه يعني؟ فعمل تشريع مخصوص عشان اخوه ده يستمر في المنصب الى ان يحين قضاء الله وقدره. وده اللي قالته مدى مصر في الخبر ده: تعديل تشريعي قد يسمح بتمديد رئاسة شقيق السيسي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب. يا سلام يا سلام. قبل أسابيع من انتهاء فترته صدق السيسي أخوه الصغير على تشريع يسمح بالإبقاء على شقيقه المستشار أحمد سعيد حسين خليل السيسي رئيسا لوحدة مكافحة غسيل الأموال. النهاردة قال إيه؟ شايلين اسم السيسي منه عشان إيه؟ الاسم بس ما إياه. التشريع ده اتعمل عشان خاطر عيون شقيق السيسي اللي عمره 72 سنة، يعني استمر في المنصب علشان خاطر عيون أخوه، وكل عين تكرم لها عين. السيسي عيني ما يحبش الواسطة أبدا أبدا، اوعى تنسى طول عمرك القصة دي. مش انتوا عايزين تعرفوا ليه؟ طبعا أنا ما بحبش الواسطة والمحسوبية بجد، وبعتبرها تدخل غير مقبول بجد. أنا ما بحبش كده. الناس اللي خربت معايا في الجيش تعرف ان انا موتي وسمي المحسوبيه، موتي وسمي المحسوبيه، ان حد ياخد حاجه اكتر من حقه. لكن حضرات البلد اللي بيحكمها واحد بس انتوا عارفينه، يعني ادواته كمان لازم تبقى زيه شبهه. عشان كده بنشوف قضايا فساد في كل وزاره وكل مجال. وعلى فكره ما خفي كان اعظم، وده اللي خلى الفساد. اهو اخوه هو اللي كان معاه طالع ورا، اهو قاعد يشتري تيشيرتات من العتبة لحد ما ولع في العتبة. أخوه وراه، هل يجوز؟ أدي يا عم في الحرم، فاكر أنت الحج ده؟ ما هو أخوه وراه، راح معاه، خدني معاك، خدني معاك، وعيط ومسك في الجلابية، ومسك في ديل الجلابية، طب يا ابني خد شوكولاتة واقعد. طب اقعد هيوديك الملاهي يا ولا. قال لهم لا، عايز أروح السعودية. تخيل؟ أشهر قضايا الفساد في 24 اهي زيناها قبل كده: تورط 19 مسؤول في مصر الطيران بينهم ضابط في اختلاس عملات أجنبية والتجار بالعملة، تورط مسؤولين بوزارة التضامن في الاستيلاء على المال العام والرشاوة، تورط في ده كل ده يا عم عندك قدامك، احنا نقعد نقرأ ونتعب نفسنا ليه؟